اول شيء عندنا الضبع موجود في منتشر كثير في افريقيا. عندنا الضبع من اكل اللحوم. كمان عندنا الضبع موجود منه 4 أنواع في العالم، اللي هي اولها اللي هو الاكثر انتشارا اللي هو الضبع المخطط، موجود في افريقيا وممكن يمتد لتركيا. كمان في عندنا كمان اللي هو الضبع المرقط، كمان هذا الاكثر انتشار والمعروف كمان في افريقيا، اللي هو بيكون على شكل قطعان او له اسم ثاني كمان اللي هو الضبع الضاحك، كمان لانه بيصدر اصوات بشكل ضحكه هستيريه تكون مزعجه نوعا ما. كمان في عندنا نوع اللي هو الضبع البني، اللي هو كمان هذا الضبع بيكون منتشر في المناطق الصحراويه الجنوبيه من جنوب افريقيا. وعندنا النوع الاخير النوع الرابع اللي هو بيقولوا له ذئب الارض. هذا النوع يتميز سموه ذئب الارض لانه شكل وجهه بيكون مثل وجه الذئب. يتميز حيوان الضبع بامتلاكه جسدا ممتلئا ذو شكل مائل، وذلك لان اقدامه الاماميه اعلى من الخلفيه، ويمتلك 4 أصابع في اقدامه، كما ان راسه كبير وعنقه غليظ وظهره محدب الشكل، اما عيونه فهي منحرفه وذات بريق مخيف، واذنه مستعرضه فوق القاعده ومدببه الشكل على الاطراف، ويغطيها شعر خفيف، ويغطيه شعر طويل خشن داكن، ويتميز بانيابه الغليظه والقويه واضراس اماميه تمكنه من سحق الطعام، بالإضافة لغدد لعابية كبيرة ونتوءات قرنية على اللسان والمريء. بتتغذى الضبع على أشياء كثيرة، ممكن إنها تصطاد بنفسها، فإنها بتصطاد شغلات كبيرة مثل حمير الوحش، بتصطاد على الجواميس، ممكن تصطاد شغلات صغيرة الحجم مثل القوارض أشياء ثانية. ممكن بعض أنواع الضباع إنها تتغذى على الحشرات بشكل رئيسي، كمان ممكن إنها تتغذى على الجيف والأشياء النافقة. يعني تتميز الضباع انها يعني لما تروح على اي جيفه ما تترك منها اي شيء، عظم، الجلد، الحوافر ممكن انها تاكل، ما تترك منها اي شيء، فهي سبحان الله يعني بتنظف الطبيعه من الجيف الموجوده فيها. طبعا الضبع في شغلات مميزه فيه، اللي هي اول شيء شكله اللي هو بكون، طبعا الضبع بتميز انه ايديه بتكون أطول من إجريه، فبكون شكله بشكل مائل، ظهره بكون محدب الشكل، ركبته بتكون عريضة، كمان فكه من أقوى الفكوك في من أكلات اللحوم، يعني يصنف من الثالث عالمياً على مستوى الحيوان في جميع الحيوانات. ممكن إنه يعني يأكل العظم مثل كأنه بأكل في بسكوت، فإحنا بنتعود في عنا في حديقة الحيوانات إن نقدم له اللحوم اللي بتكون تحتوي على عظم، يعني بنقدم له دجاج بيكون بعظمه يعني دجاجه كامله مع عظمها، فهو بيستمتع اكثر في الاكل اللي بيكون فيه عظم اكثر من الاكل اللي بيكون فيه عظم. يعتبر الضبع من اكثر الحيوانات بشاعه عند الافتراس على خلاف الحيوانات الاخرى كالاسد والذئاب، اذ انه لا يقتل الفريسه في البدايه ثم يهاجمها، بل يقوم في اكلها حيه مما يسبب الما شديدا قبل الموت، كما انه يتصف بالانانيه الشديده، فلا ينظم لحم الفرائس على مجموعات، بل يحاول ان ينال الجزء الاكبر منها. طبعا انثى الضبع خلال فتره التزاوج تتزوج في اي موسم من السنه، فيش عندها اي مشكله. كمان بتقعد فتره الحمل لمده 3 شهور، بتولد 2 لـ4 جراء. هاي 2 لـ4 جراء بتقعد اول 6 شهور بتعتمد على الام بشكل كامل في الحليب، بعدها من 6 شهور لسنه ممكن انها تصير بتضلها في الجحور بتعتمد على امها، كمان ممكن مش بشكل اساسي على الحليب، ممكن انها تاكل اشياء ثانيه لحوم امها بتصطادها وبتجيب لها اياها. الضبع بيعيش من ممكن انه يوصل العمر 25 سنه في الاسر، يعني نحكي في حضائق الحيوان، برا بوصل لحد 15-12 سنه. الضبع فيه له اكثر من اسم، ممكن يسموه ناس يسموه حفصه، في شيء يسموه جعار، كمان فيه له اكثر من كنيه، اللي هي الكنيه الاكثر شهره اللي هي كنيه ام عامر. طبعا هاي الكنيه سموها لانه في من وراها قصه، اللي هو كان فيها اعرابي ساكن وحيد في منطقة صحراوية، وكان في مجموعة من الناس رحالة، فكانوا الحر والجوع انقطعوا، يعني انقطعت فيهم السبل، فشافوا ضبع فلحقوه عشان يصطادوه، فهذا الضبع هربت وين؟ عند هذا الأعراب اللي كان وحيد في الدار هاي، فلما التجأت له حماها وما خلاهم يصطادوها، فقدم لها الحليب واللبن والمي، فبعدها ما خلاهم يصطادوها. فضل هو ففي الليل وهو نايم، فأجت عليه وأكلت بطنه وأكلت الأحشاء اللي جواته، فقال فصارت مقولة اللي هي من يصنع المعروف في غير أهله، فمن هنا أجت هاي المقولة. طبعا الضباع والأسود في بينهن
علاقة تنافر مش طبيعية، يعني ممكن إنه الأسد يروح يقتل ضبع وهو مش جعان، مش لأنه يأكله ولا إشي، بس مجرد إنه يقتله. كمان بالعكس ممكن تكون قطيع من الضباع تكون ماشي لحالها تلاقي أسد ضعيف شوي، ممكن إنها تقتله بدون أي سبب ولا إشي، بس هيك علاقة تنافر مش طبيعية بينهم. كمان ممكنها الضبع عنده حواس قوية كثير، عنده حاسة شم، حاسة سمع قوية كثير، كمان عنده قدرة على تحمل الركض، يعني ممكن إنه يركض لمسافات ويمكن توصل صوته لسرعة 60 كيلومتر في الساعة. الضبع طبعاً حيوان متميز بقدرته على التحمل الرهيبة، سواء تحمل الأمراض، تحمل الجوع، تحمل العطش، جميع النواحي. عندنا الضبع يعني ممكن الأكثر الأمراض اللي تواجهه اللي هي المشاكل المعوية هنا نحكي، أو المشاكل التنفسية نتيجة اختلاف الجو. في هاي الحالة نلجأ للطبيب البيطري اللي بيقدم له العلاج في هاي الحالة المناسب. طبعا هي هذه الضباع بضلها في أوكارها طول النهار تقريبا، تخرج في الليل، أنا يعني أغلبها بتتغذى على الجياف، تصطاد في الليل، كمان عندها رؤية قوية في الليل، يعني إذا سلطت الضوء عليها بتكون بتشوف عينيها ضاوية في الليل، فهي تعتبر مخيفة ليلا يعني. كمان صوت الضحك اللي بتطلعها في الليل، هذه الضحك الهستيرية يعني بتدل على وجود الطعام، يعني مخيفة ومزعجة في نفس الوقت هذه الضحكة. الضباع ممكن انها تاكل اي شيء، سواء حيوانات جيف، حتى ممكن الانسان اذا كانت جوعانه وكان الانسان في حاله ضعف في هذيك الموقف ممكن ياكله، ما فيش عنده مشكله، او يقتله، لانها بتقوى بالذات لما تكون على بشكل قطعان، وبتكون يعني بعددها كبير، يعني ممكن توصل في قطيع ل 80 ضبع في نفس القطيع. طبعا تتميز الانثى هي اللي بتكون مسيطره بنوعا ما في القطيع، او هي القائده في القطيع، بكون الذكر حجم أكبر شوي من الأنثى. طبعاً إحنا في كثير عنا ضباع بتجينا على الحديقة، أغلبها موجودة في البرية، وقعت طريق الخطأ في فخوخ تم منصبها، يتم علاجها عنا في الحديقة في المركز الطبي الحياة البرية عنا في الحديقة. وحين علاجها ممكن إذا كانت الحيوان ممكن يقدر يعتمد على حاله في البرية، بنقدر نروح نفلته كمان مرة، أما إذا كان غير قادر على الاعتناء بنفسه إنه يؤدي وظائفه بشكل أساسي في البرية، فإننا نحجزه عندنا في الحديقة على أساس إننا نقدم له الأكل والماء.